لكم في البدايه انه الاتحاد الدولي امبارح اعلن من خلال المجلس الدولي او المجلس الدولي لكره القدم تنظيم بطوله كاس العالم 2030 في المئويه بتاعتها، مئويه المونديال، مرور 100 سنه على انطلاق كاس العالم. هذه النسخه بهذا الشكل الاستثنائي اراد الاتحاد الدولي ان يحتفل بها بطريقه استثنائيه، فاسند تنظيمها الى ملف مشترك بين اسبانيا والبرتغال والمغرب. اذا ملف مشترك بين افريقيا واوروبا. ثم اراد انه يعمل حاجه كمان مختلفه جدا، قال لك طب ما البطوله بدات لاتينيه، اذا كانت بدات في الاوروغواي طب ما نخلي الارجنتين كان في ملف مشترك متقدمه بيه الارجنتين والاوروغواي وباراجواي، قال لك طب ما نديهم ثلاث ماتشات في البدايه، ويبقى كده كاس العالم في هذه النسخه 2030 تتلعب في 6 دول. الارجنتين اول مباراه ليه في البطوله يلعبها في ملعبه، والاوروغواي نفس الحكايه، والباراجواي نفس الحكايه، وتكون المباراه الاولى في نفس الملعب اللي بدات عليه في سنه 1930. اعتقد مسألة مهمة جدا بعيدا عن هذا الجانب اللاتيني أو الجانب الأوروبي. ما يعنينا وما يهمنا وما أسعدنا جدا إن المغرب بعد حالة كفاح مع المونديال. المغرب يا جماعة أكثر الدول سعت لهذه اللحظة، لقد هرمنا حتى وصلنا إلى ما حدث بالأمس. معنا من المغرب الصديق العزيز الدكتور منصف اليزجي، الإعلامي والباحث المتميز، واللي فرحان طبعا بالضرورة واحنا فرحانين معاه. دكتور منصف مساء الخير، تحياتي وتحيات الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمود صبري وكل التهاني للشعب المغربي. اهلا عزيزي ابراهيم، سعيد بالتواصل معك على قناه الاهلي، تحياتي للاخوه شلتوت والاخ صبري. شكرا على تهنئتك التي كانت مبكره جدا يوم امس، شكرا على مشاعر الإخوة المصريين مباشرة بعد فوز المغرب بالتنظيم، وهذا ليس خفي، قد تقع بعض الأحداث تعكر صفو الأجواء، لكن الثابت هو أن علاقتنا مع مصر تظل ثابتة ولا يمكن أن نخسر بعضنا يوما. طبعا منصف، وأنا ببارك لك امبارح قلت لي أنا هرد عليك بكلمة عادل إمام، قروا علينا بقى. تصور عزيزي ابراهيم، ثق بي بانه مسرحيه مدرسه مشاغبين، يعني انا شخصيا حفظتها منذ سنوات، والمقطع ده هو المقطع الذي يضحكني كثيرا، فاول ما جاني بالامس هو الذي قلت لك، ولكن بارك الله فيك ارسلت لي المقطع مصور، يعني لم تكتفي فقط بالرد. عموما الف الف مبروك، اعتقد المغرب كافح كثير وكان عنده رغبه ملحه في دورات سابقه كثيرا حتى وصل للملف المشترك. قل لي أصداء ده في المغرب ومدى الجاهزية هنا بالمغرب عزيزي، ومظاهر ارتياح بالأمس كبيرة جدا. لا تنسى عزيزي بأنه المغرب فكر في تنظيم كأس العالم سنة 1988 عندما تم تقديم المشروع للراحل الحسن الثاني، وتقدم المغرب إلى مونديال 1994، يعني منذ 94 تقدم المغرب، 94 98 2006 2010 2026، يعني 5 محاولات، وبالتالي وصلنا لنهاية المطاف في 2030 بعد مرور 10 دورات وبعد مرور حوالي 30 سنة. إذا الأمر لم يكن سهلا على المغاربة، كان الأمر فرحا كبيرا هنا بالمغرب اشترك فيه الجميع. على مستوى الجاهزية أقول لك بأنه المغرب عندما فشل في احتضان كأس إفريقيا 2010 التي نظمت بجنوب إفريقيا، وكان الإعلان عن ذلك سنة 2004، الملك أطلق إشارة إلى المسؤولين في المغرب على أن يبدأوا في بناء الملاعب كما لو أن المغرب سينظم كأس العالم، وبالتالي استطعنا أن نكسب ملاعب من حجم ملعب طنجة الذي كنت حاضرا فيه رفقة الأهلي في كأس العالم للأندية، ثم ملعب أكادير، ثم ملعب مراكش، ثم ملعب فاس، إلى جانب ملعب محمد الخامس وملعب أمير مولاي عبد الله. هذه الملاعب ساعدتنا على أن نؤمن بقدراتنا، خصوصا أنه في المشاركات السابقة وفي الطلب الترشيحات السابقة كنا دائما نصدم بأنه مختلف الملاعب كنا نقدمها كماكيطات، يعني كمشاريع هندسية فقط. الآن المغرب في إطار ترشيح مشترك، وبما أنه العدد 48 منتخبا هناك ترشيح مشترك، المغرب في أقصى الحالات لا يمكن أن يتجاوز عدد الملاعب التي تحتضن، وهي 4 أو 6 ملاعب كلها موجودة حاليا، بدليل أنه ملعب أمير مولاي عبد الله، مولاي عبد الله الذي لعب فيه الأهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية تم هدمه بنسبة 80% من اجل اعاده بنائه قبل كاس افريقيا 2025، يعني
تفضل اتفضل اتفضل يا منصف لغايه لما نعود الاتصال. لم يقبل على كاس افريقيا. تفضل. طيب احنا هنعاود الاتصال بمنصف اليزجي تاني، لكن الواضح يا جماعه 5 مرات محاوله للمغرب قبل كده لتنظيم كاس العالم في حته مهمه من 94 وهي بتسعى وقاربت في 2006 و2010 قاربت. أيوة. من لمس هذا الواقع يعني. كان طبعا هناك تدخلات اخرى يعني فيما عرف وقتها بكاس عالم السنه. طيب مندلة. نرجع تاني لمنصف اليزجي عبر سكايب. اتفضل يا دكتور منصف. قلت لك بانه يبقى الرهان الوحيد بالنسبه للمغرب في كاس عالم 2030 وهو بناء ملعب الدار البيضاء الكبير الذي سيكون الاكبر في افريقيا بسعه تصل الى 95,000 متفرج حسب ما اعلنه الاتحاد المغربي. اذا الرهان كبير على المستوى البنيه التحتيه، لكن اقول لك وانتم عشتوا هذا الامر مع مختلف التدورات الرياضيه التي نظمتموها بمصر وبنجاح كبير، اقول لك بان المغرب يراهن ان تنظم الاحداث الرياضيه هنا بالمغرب مرفوقه بتنميه شامله لمختلف البنيه التحتيه الرياضيه، لانه في اخر المطاف كاس العالم ليست ملعبا، ليست مباراه من ساعتين، بل هي ايضا ما يحيط بالملعب من طرقات، من فنادق، من وسائل النقل، من كل ذلك، وهذا هو الذي سيجعل بانه ان ننهي كاس العالم او كاس افريقيا لنجد انفسنا امام ارث كبير يستفيد منه مختلف الاجيال المقبله. التنسيق شغال كويس مع الاسبان والبرتغاليين؟ ممكن تعيد السؤال؟ هل في تنسيق فاعل مع البرتغال واسبانيا في الاحتضان؟ نعم، على مستوى التنسيق عزيزي بانه تنسيق مستوى عالي جدا، واقول لك امر بانه اسبانيا او البرتغال لم ياخذ المغرب الى جانبهما على سبيل ان يكون ورقه احتياطيه او عجله احتياطيه، بل لاعتبارات عدة المغرب في السنوات الأخيرة أصبح حضوره قويا في القارة الإفريقية، واتضح بأنه في حالة وصول إلى تصويت الأعضاء الفيفا 211 الفيفا فإنه المغرب بإمكانه أن يجر من ورائه حوالي 54 صوتا على القارة الإفريقية إلى جانب أصوات الدول العربية والإسلامية، وإذا أضفت إليها أصوات أوروبا فبالتأكيد سيكون التصويت لصالح هذا الملف. لم يكتب ان يتم التصويت بحكم انه الملف كان وحيدا بعد انسحاب الملف الامريكي اللاتيني والاكتفاء بمنحهم 3 مباريات، لكن التنسيق على اعلى مستوى، وفي تاريخ 18 اكتوبر المقبل سيعقد الاجتماع هنا بالرباط من اجل لقاء رؤساء اتحادات المغرب واسبانيا والبرتغال للاتفاق على مختلف الترتيبات، علما اعلمك اذا لم يكن في علمك انه اليوم استقبل فقدنا الاتصال تاني بمنصف اليزجي. الملاعب اصبحت واقع لم تتقدم ملفات بها اللي هو يعني الشكل الهندسي والمكت يعني. هذه انت بتتكلم في واقع موجود طبعا، وده وبقيت حتى اللوازم يعني الفنادق والطرق. فنادق وانت رحت وشفت فنادق وطرق واتصالات على مستوى مستشفيات، ويمكن ربنا يا رب يجيبه بالسلامه الكابتن لما تعب حتى عرفنا انه راح حاجه واو قوي في مستشفى وحاجات كده. لا دولة عندها تنمية نتمنى لها النجاح الدائم يا رب يعني. انك انت تلاقي الاسبان والبرتغاليين حريصين على انه زي ما منصف قال هم اللي ينسقوا مع المغرب وهم اللي يستفيدوا من الوجود الافريقي للمغرب، لانه واضح جدا انه واضح انه المستوى اللي ظهر عليه المغرب مش مباراة احتياطية في كأس العالم الأخيرة. طبعا ليها دور. لها دور. لا يعني عايز اقول لك لما نظمت حتى مونديال الأندية في 2014 اتعمل بشكل. طب نرجع تاني لمنصف اليزجي، تفضل يا منصف. اذا فالمغرب ينوي ان تكون دوره 2025 فقط بروفا لكاس العالم 2030. واعطيك خبرا جديدا واقول لك بانه المغرب قدم ترشيحه او ينوي تقديم ترشيحه لاحتضان كاس العالم للانديه في 2029. اتمنى ان يكون الاهلي حاضرا بطبيعه الحال. فالمغرب يسير بخطى ثابته من اجل ان تكون كاس العالم 2030 فرصه لتقديم مغرب جديد، فرصه لتقديم نسخه مغربيه خالصه تتمم وتضيف ما انجزه القطريون، وايضا يمهدون لما قد يصنعه السعوديون سنه 2034. كاس العالم للانديه 2029 شان 2025 هتبقى بمشاركه 24 نادي. تماما. طيب تمام، احجز للاهلي مكان. لا أحجز لك مكان أنت يا عزيزي، أنا مشتاق لك كثير.